نظر شيقا كالغزال، جسدي مرن كمرونة أجساد لاعبي كرة القدم. إذا ماذا أقول عن نفسي؟ فأنا كالجرادة في قفزها والعطاءة في تمويهها، وأنا كالنمر السريع عند انقضاضه. أظنك نسيت أن تقول كالفراشة في تخبطها وتهورها. هل أنت مستعد؟ هذه مشكلتهما، متهوران جدا. سأتغلب عليك بيد واحدة وثلاث أصابع. تطربني كلمة التحدي، ولذلك سأفوز عليكما. لا أريد أن أؤذيك يا صديقي، وما رأيك أن تستسلم وتعترف بأنك الأضعف؟ أنت أجمل من أن تواجهني أيها المصارع المتعجرف. انظر ما هذا. أي أحمق. هذه إهانة يا كيمو، عليك أن تهاجمه. بوما، ستدفع ثمن سخريتك مني. حقا؟ انظر إلي كيف بدأت أرتجف وأتعرق من شدة القلق والخوف. أشعر بالملل من سخريتك. سأقضي عليك يا هذا. أسف. كان عليك ألا تمزح معه. فعلت ذلك لتتعلمي من أخطائي. أين الجميع؟ هل أنا الوحيدة الشريرة التي تهتم بتدمير هذا العالم؟ بالتأكيد لا، أنا هنا لخدمة الأشرار أمثالك. كدت أنسى ذلك، فالآن صار في إمكاني أن أضع يدي وقدمي في الماء البارد وأرتاح. اخرج بسرعة أيها المارد، فأنا في حاجة إليك. لما هذه الضجة؟ ألا أستطيع أن أخذ قيلولة في هذا المكان؟ آسفة، أرجو ألا تؤاخذني، الأمر طارئ، ولذلك عقدت اجتماعا يخص مشروعنا القادم لتدمير هذا العالم. والآن هيا اجلس، وإياك أن تتذمر. ستينغر، أريدك أن تصنع وحشا كبيرا بحجم أنفك يا دكتور ليكون قادرا على تدمير العالم. بعد لحظات معدودة سيصير الوحش مهيئا لهذه المهمة. لا بأس، أسرع، لا أستطيع الانتظار. أنت تعلمين أنني لا أقصر في خدمتك. لا تهرب، حان وقت طعامك. نسيت أنني التهمته قبل قليل، ماذا أفعل؟ بينكي، بينكي، أحتاج إلى نصيحتك. كيف أصنع وحشا يدمر العالم ويكون ضخما بحجم أنفي؟ فكر يا بينكي، فكر. أحبك يا بينكي. بينكي يحبني. بينكي يحبك. بينكي، هل أهديت إلي خدمة؟ ألم تعرفني؟ أنا صاحبة البيت. أريد أن أتحقق أنكم لا تحتفظون بفيلة في بيتي. لا عليك، فهذا ضجيج من بوما. ليس صحيحا، فهو يحاول إزعاجك وأنا أمنعه. لا تقل إنك خفت منها، كان يجب عليك أن تتحمل نتائج أخطائك، ومع ذلك سنساعدك لأننا من لاعبي صمو الأبطال. دعنا من هذا الادعاء وهيا قل لي لماذا. لماذا نحن من السومو الأبطال؟ لا تتظاهر بالغباء أيها الرجل الضخم. لا تقلقي يا سيدتي، سأروي لك القصة كاملة. تعلمناها في الطفولة عندما دربنا الرجل الشجاع، رأى فينا الخفة والذكاء. ما الجريمة التي ارتكبتها في حياتك يعاقب بتدريب هؤلاء الأطفال الأغبياء؟ هم يتمتعون بعقول صغيرة وبطون كبيرة، أكاد أنهار من الدهر. والآن بعد أن جمعتكم أيها المقاتلون الأربعة دعوني أتحدث. بعد أن صرتم ثلاثة سأقول لكم أنتم الأمل الأخير لإنقاذ هذا العالم من الشر. وبعدها تدربنا على مصارعة السومو وعرفنا مبادئها
وهي الصدق والوفاء والإخلاص. وها نحن الآن كما ترين سيدتي نحارب الأشرار المخادعين. لماذا ذهبت يا ترى؟ لأنها استاءت جدا من حديثك، فهو سخيف وممل. هذا رائع جدا، سيصير آليا كبيرا. بدأ صبري ينفد، فذلك الأحمق تأخر. مرحبا. كيف تجرؤ على التبسم وقد تأخرت ثانيتين عن الموعد؟ سأبتسم فرحا لأنني صنعت وحشا آليا سيدمر كل شيء وسيدخل التاريخ من أوسع أبوابه. أقدم إليك الوحش المدمر بينكي الذي سيضع العالم بين يديك. يبدو لي مثيرا للشفقة. هل تسمي هذا وحشا؟ لو كان لي طفلة ورأته لطلبت إلي أن أشتريه لها كي تلعب به وبعد ذلك. آسف، نسيت إخبارك أن الوحش يكره الأغبياء. نعم هذا صحيح، الوحش لا يصلح حتى لأن يفزع الطيور، لكننا سنجربه بعد إذا سنحكم. فكرة لا بأس بها، سنعطيك فرصة. هيا انطلق يا بينكي، أريد منك أن تدمر كل شيء كل شيء كل شيء. حسنا يا بينكي، أريهم أنهم كانوا مخطئين عندما استهزأوا بك. لا أحد هنا، اتصل في وقت آخر إذا سمحت. لا تخف، اسمع أنا بريما، ارفع السماعة. لماذا يرن الهاتف عندما أكون شاردا؟ أهلا بريما، هل ارتكب الأولاد خطأ جديدا؟ ماذا يفعلون الآن؟ إنهم يأكلون. كنت واثقا بذلك. المشكلة أنهم حطموا كل شيء داخل المنزل، وصاحبته طلبت إليهم تصليح ما أفسدوه وإلا طردتهم، ولذلك اتصلت. فهمت ماذا تعنين، أولئك الأولاد المشاغبون، أظنهم يريدون أن يرثوني وأنا على قيد الحياة. شيء واحد أود معرفته كي أموت وأنا مرتاح البال، وهو ما الجريمة التي ارتكبتها في تاريخ حياتي حتى أعاقب بتربية هؤلاء الأغبياء، فبسببهم انهارت أعصابي وأصبت بالهستيريا ومرض جنون البقر. على كل حال سأرسل النقود، لكنها آخر مرة. شكرا جزيلا لك. أهلا بك. هيا تحركوا بسرعة يا شباب، هناك وحش ضخم يدمر المدينة. ماذا قلت؟ فلنذهب يا شباب. لا أدري لما هذه الفوضى، فشوارع المدينة عريضة، بدأت أكره هؤلاء الناس، فهم لا يتقيدون بالقوانين. أعجبني هذا الوحش، فهو ينفذ المهمة تنفيذا حرفيا. أظن أنك تستحق مكافأة أيها المغفل. ذكرتني بوالدتي، فهي كانت تعتني دائما بالمغفلين. ألا يمكنكم أن تسرعوا قليلا؟ لك ما أردت، أطلق الصفارات.
هاي، أين ذلك الوحش؟ هاي، انظروا، إنه مضحك جداً. كانت عندي دمية تشبهه عندما كنت طفلاً صغيراً. غضب؟ ما أقسى قلب البشر، كيف استطاعوا أن يحولوا دمية إلى وحش؟ لا أدري كيف بدأت أتذكر طفولتي، ولا سيما عندما اشترى لي جدي لعبة، وكان ذلك حينما نجحت في الصف الأول من المدرسة، وبعد يومين سرقها أحدهم مني، وإلى الآن لا أزال أريد أن أعلم من الذي سرقها. هيا أعيدوا لعبة الطائعة، إنها هدية من جدي، أريدها. هون عليك يا مامو، فهذه سنة الحياة، والآن دعونا نقضي على هذا الوحش، فهو خطر. اسمعي أيتها الدمية، لا نؤذيك أبدا، عودي إلى حيث جئتي ولا تأتي مرة ثانية. ليته لم يحشر أنفه الصغير. لنلقن هذا الوحش العنيد درسا لا ينساه طول حياته. منافس قوي أيها السوم الأبطال، هيا لنضع حدا له. هذا مؤسف، لا أصدق أنهم استطاعوا التغلب على بينكي، سنتوجه ثانية. نجحت مهمتنا يا شباب، حمينا المدينة، هيا لنعد. المشقة هي مزيتنا. ما كنا لنتغلب عليه لولا التوجيهات الذكية. إياك أن تتفوه بكلمة، فأنت نقطة ضعف هذا الفريق. توقفوا الشرطة. حصريا على starddema.com. لما تدخلتم في شؤون الشرطة؟ ألا تخجلون من أنفسكم بعد أن صرتم بهذا الحجم؟ فأنتم لا ينقصكم سوى 3 خراطيم حتى تصيروا كالفيلة. والآن أخبروني، ما رأيكم أن أمر بزجكم في السجن؟ لكننا نظن أننا أبلينا حسناً. هل تظنون أنني سأكرمكم وأصرف لكم مكافأة ضخمة؟ صحيح، فالكرم من صفاتك. المال لا يهمنا، فحماية المدينة قبل كل شيء. نعم هذا صحيح. لا يهمكم المال؟ اسمع، سرح الحرس الوطني، فهؤلاء الأغبياء، أقصد أن الأذكياء، سيتولون مهمة الدفاع عن المدينة. كيف حصلت على هذا الجسد؟ عن طريق رياضة الجري أم السباحة؟ آسف لم أفهم. أعني، ما الطرائق التي اتبعتها حتى صار جسدك بهذا الشكل الضخم؟ كل ما فعلته هو الأكل والنوم. وكم عدد السنوات التي نمتها حتى أصبحت هكذا؟ 7 سنوات حرصت خلالها على ألا أتقلب. لا داعي للتفصيلات، فهي لا تهمني. بدأ ذلك منذ الصغر. عندما كنا أطفالا صغارا نرضع الحليب 9 أشهر متواصلة. هم؟
فارغة. للاعبي السومو ثلاث مزايا. الأولى هي سرعة البديهة. الثانية هي الإخلاص. الثالثة هي الالتزام. مزعجة، تشبه تلاميذي. أغبى تشبيه شبهته في حياتي كان التشبيه الأخير. وكل ذلك كان بإشراف مدربنا. هاي، أين ذهبت؟ رحلت قبل ساعة وسمحت لكم بالدفاع عن المدينة ما دام ذلك من دون مقابل. حسناً، سأنتهي أخيراً. أجل، الآن الوحش المدمر الشرس سيحطم كل شيء يصادفه. سأكون فخوراً بك. هيا لنضع حتى له. هيا بنا. تغلب علينا ونحن ثلاثة. لا أصدق. اهدأ قليلا يا مامو. انتظروا، إنني ألتقط إشارة. هناك من يتحكم في الوحش. هيا يا بلينكي، تفنن في القضاء عليهم. بصراحة لا أحب الخداع، ولكنه ضروري ولا سيما في الوقت الصعب. لقد وجدتها، سأوقف عمل الإشارة بسرعة. 2 1. غير ما أقول، إنني أفقد السيطرة عليه تماما. ستينجر، لا أصدق شدة غبائك. أوقفته مدة 7 ثوان. هيا ندمره الآن. ضربة الكرة الحديدية. عشرة السومو. مع السلامة. رائع رائع. هكذا يقاتل السومو الأبطال. ما دمت رئيسة البلدية اسمحوا لي بأن أقدم لكم هذه القلادة. خذ، تفضل. إن هذا الشرف عظيم لنا. تذكرني هذه اللحظة بيوم تخرجنا في دورة التدريب على رياضة السومو. كان ذلك قبل سنوات كثيرة. والآن حان وقت الامتحان الأخير. إذا تمكنت من التنقل على رؤوس أصابعك بخفة من دون أن تكسر أي إناء زجاجي، فإنك عندئذ تستحق أن تكون من لاعبي السومو المخضرمين. والآن بقي أغبى لاعب. إنها زهرية نادرة. هاي، هذه الصحون هدية من الإمبراطور.
توقف، يبدو أنك متعب قليلا، إني أرى ذلك في عينيك المشاعتين بالذكاء، ولهذا سأعذرك وأنجحك بشرط ألا أرى وجهك أبدا. إن أصبت بالجلطة فأنت السبب. أين ذهبوا يا ترى؟ لأنهم ملوا من حديثك. تركت رئيسة البلدية إيصالا. ثمن القلادة. شباب، هل لديكما نقود؟ لقد استطاع أولئك الشوم أن يتغلبوا علينا، ولكن لا تقلق، سنريهم. اشرب الشاي.